جهود قطفت ثمار نجاحها بالتفاتة من محافظ بغداد لحفل تكريم مجموعة من المبدعين في مجال الإعلام والمجتمع المدني والدوائر الخدمية، تثمينا لجهودهم ودافعا معنويا لهم نحو التقدم والإبداع. نقوم بهذا اليوم بتكريم مجموعة من العاملين في المحافظة من المتفوقين والمتميزين في عملهم، وكذلك مجموعة من رجال الأمن أيضا، القيادات العسكرية والشرطة وغيرهم ممن كان لهم أداء واضح خلال العام الماضي، وأيضا مجموعة من الإعلاميين الذين امتازوا بالتواصل وحمل هموم محافظة بغداد وهموم الشارع البغدادي. نتمنى لقناة الرشيد كل الموفقية، وأيضا أنا أتابع أخبارهم وتقاريرهم، استطاعت أن تتميز لحد الآن بتقاريرها، وأيضا تبتعد عن الملفات الحساسة اللي فعلا تثير شغب كما أراها في بعض القنوات. دائب على تكريم المتميزين وأصحاب الكفاءات اللي قدموا جهد خلال سنة، ومثل ما شفتوا كرم بعض مدراء مستشفيات والصحفيين والإعلاميين وإضافة إلى الموظفين المحافظة. مفروض من زمان تبدي المؤسسات الحكومية، المؤسسات الثقافية والإعلامية تلتفت للإعلاميين، للصحفيين، لكل شخص بعيد عن طاولة أو بعيد عن الكرسي، شخص يعمل من ميدان بغداد ينقل كل الأحداث، هو صلة وصل بين الحكومة وبين الشعب. برنامجا ضوء خافت ويوم في محافظة اللذان يعدهما ويقدمهما الزميل بلال الأمير لقناة الرشيد الفضائية كانا من بين الأعمال التي حصدت على جائزة تقديرا لمجهوده الإعلامي ونالت إعجاب الأوساط الإعلامية. السيد بلال عبد الأمير مجبل من قناة الرشيد. كان للزميل بلال دور فعال في متابعته لمشاريع وإنجازات جميع محافظات بغداد والعراق بصورة عامة، وكان متابعته أن في لقاءه في عدد من المحافظي العراق الجنوبية والشمالية، وكان يظهر المواطن العراقي دور هذه المحافظين والعاملين في المحافظة. ضوء خافت برنامج رائع جدا، أكثر من رائع، كنت أشاهده دائما، أحاول أن أركز على موضوع مهم جدا هو أنه يختلف عن بقية البرامج. أكثر القنوات الفضائية العراقية تحاول تقليد برامج أخرى من قبل قنوات أجنبية وعربية، لكن الشباب المبدعين هم الذين يعني يضعون حجر الأساس لبرامج جديدة قد تقلد من قبل قنوات عربية وأجنبية، هو هذا الجديد في الموضوع. بالتأكيد برنامج يوم في محافظة الذي يجسد بلال الأمير، وبلال الأمير يجسد هذا البرنامج، كان علامة فارقة في ما قدمناه في قناة الرشيد وأعتقد في الجهد المحلي بشكل عام، لأن هذا البرنامج كان يسلط الضوء على واقع المحافظات في المحافظات. لا أخفيكم سرا، كان الزملاء جميعا ومنهم بلال الذي كان يقود الفريق كانوا يعانون كثيرا في تقصي الحقائق في المحافظات في ظروف استثنائية. بصراحة ما اعتبره تكريم فقط لبلال الأمير، وإنما هو تكريم لجميع العاملين في قناة الرشيد، وأخص بالذكر اللي اشتغلوا وياي في برنامج يوم في محافظة وبرنامج ضوء خافت، وخاصة الزميل المخرج أحمد فيصل اللي كان يعني مساند إلي في جميع الحلقات وفي جميع المواضيع. في خطى ثابتة ومستمرة نحو التميز وتقديرا للجهد الإعلامي، كان هذا الحفل الانطلاقة الأولى من قبل محافظة بغداد لتكريم هذه المجموعة التي وجد المحافظ أنها لا تزال تقدم ما يستوجب لفت الانتباه لرفد المواطن بالحقيقة بكل حيادية. إناس الشريفي، قناة الرشيد الفضائية، بغداد.